معنا يا كابتن هيثم، مستمرين معاك في تغطيتنا الخاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، ومعايا واحد من نجوم يعني المباراه اليوم كابتن سيف سواء سمير. كابتن سيف، في البدايه طبعا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وخليني طبعا ابارك لك النهارده يا كابتن، انجاز كبير وفوز مهم، ويعني بعد اداء قوي منكم ومن جميع لاعبي النادي الاهلي، مش بس النهارده، في جميع المباريات بدايه من دور المجموعات. الحمد لله، وسلم على كابتن هيثم طبعا. والنهارده اللعيبه كانت رجاله، وكل الماتشات زي ما انت قلت يعني احنا طول الماتشات جايين نكسب، يعني مش جايين نلعب ماتشات، لا احنا جايين نكسب بطوله. وكل لعيبه بصراحه الحمد لله كانت رجاله وفضلت رجاله لغايه اخر لقطه. النهارده كنا تعبانين وكل الناس تحملت على نفسها جدا جدا جدا، وقدرنا الحمد لله ان احنا نكسب. يعني كابتن سيف، كنت لسه برضو بقول لكابتن مودي الجرحي طبعا كابتن الفريق، انه فوز ببطوله منطقه القاهره اديتكم حافز كبير جدا ودافع كبير طبعا قبل البطوله العربيه، والحمد لله قدرتوا تفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي بالفوز بالبطوله العربيه لاول مره في تاريخ النادي الاهلي. بالظبط، يعني دي كانت بطوله القاهره، دي كانت استعداد، عايزين نقول استعداد للبطوله العربيه. كنا جايين مركزين ان احنا جايين نكسب بطوله، جايين كلنا دافع وكلنا، لان دي زي ما انت قلت دي اول بطوله عربيه تدخل في تاريخ النادي، وقدرنا ان احنا بالجيل ده قدرنا ان احنا ناخدها. ولسه يعني انا شايف ان السنه دي موضوع مختلف تماما، لسه في ثلاث بطولات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقدر نحسم الثلاثه. سيف سمير طبعا واحد من كباتن النادي الاهلي في الفريق، دايما يا كابتن احكي لي كنت بتقول لهم ايه قبل كل مباراه، دايما يعني حتى في الملعب المباراه بين كل كوارتر كنت بتقولوا ايه مع بعض؟ لا يعني قبل كل ماتش احنا يعني اللعيبه رجاله، مش محتاجه، احنا لعبنا كلنا لعيبه خبرات، حتى لو احنا صغيرين بس كلنا لعيبه خبرات، لعبنا في منتخبات ولعبنا في انديه كبيره. فلا كنا بنحمس بعض ان احنا كده كده داخلين ناخد البطوله دي، الماتشات دي حياه او موت، الماتش امبارح كان حياه او موت، ماتش النهارده حياه او موت، مفيش مش يعني مش كناش هنفرط فيها يعني. سيف سمير بشكر حضرتك جدا، ومليون مبروك مره ثانيه، مستجدك. شكرا طبعا يا كابتن هيثم.